السلام عليكم. منصان معكم جوني من قناة أوتاكوتيا. اليوم جيت لكم أتحدث عن مانجا. واو، أنا بالنسبة لي أوكي راح أتكلم شيء قبل أن أبدأ هذا الفيديو. كل ما أسويه أنا شيء عجبني، أنا ما راح أتكلم يعني عن الناس، أنا شيء عجبني أتكلم عنه. هذه المانجا بالنسبة لي أسطورية، إذا قرأتها وما عجبتك يعني كل شخص بذوقه، يعني هذه المانجا أنا عجبتني وهكذا يعني فهمتوني. المهم هذه المانجا أعتبرها من أفضل المانجات اللي قرأتها في حياتي، يعني أسطورية صح، بس المشكلة مظلومة في العالم العربي، في العالم، في مجتمع الأوتاكو العربي ظلموها كثير، لأن بالنسبة للمجتمع الغربي يعني الأوتاكو الغربي هي يعني الجميع يعرفها كأنها من المانجات الكلاسيكية. لو تذهب الآن تكتب 20th century boys يعني راح يجول كل شخص مسوي عليها فيديو، بس لما تبحث في اليوتيوب العربي ما في شخص يعني تجرأ وتكلم عنها شيء، يعني ما أدري ليش المشكلة هي. واو. المهم معلومات عن هذه المانجا، هذه المانجا اسمها بالإنجليزي هو 20th century boys، الاسم بالعربي هي أطفال القرن العشرين، التقييم 8.04، الحالة منتهي، التصنيف العمري هو أكثر من 17 سنة، عدد الفصول هو 249 فصل. المؤلف يا المؤلف راح نتكلم عنه كثير اليوم، نواكي اوراساوا. المهم القصة، تخيل انك كتبت قصة من مخيلتك لما كنت طفل تلام مع اصدقائك، وبعد ان تصبح بالغ تلاحظ بان احداث القصة التي كتبتها بدأت بالتحقق. هذه هي قصة هذه المانجا، حيث كينجي واصدقائه يحاولون ايقاف صديق، هذا الصديق قائد طائفة غريبة تقوم بتحويل قصة كينجي اللي كتبها لما كان صغير الى حقيقة، يعني بدهم يحتلون العالم ويسوون كثير اشياء راح تعرفون لما تقرأون المانجا. وهنا تبدأ الاحداث الحماسية والرائعة، يعني واو. الشخصيات ثم الشخصيات، هذه الشخصيات يعني ابدعوا صح. هو اول شخصية، الشخصية الرئيسية هو كينجي إندو. كينجي هو الشخصية الرئيسية في هذه المانجا، قائد مجموعة كينجي لحماية الارض وكاتب كتاب النبوءة، هو اللي كتب كل المشاكل، يعني هذا هو سبب المشاكل، مو هو اللي سواه بس هو السبب يعني. المهم يقوم بملاحقة طائفة الصديق لحماية العالم من الدمار، حيث يمتلك شخصية غير اجتماعية، يعني هو كبير وغير متزوج وعايش مع أمه ويملك محل تبع عائلته، يعني حوله يعني كثير مشاكل في حياته، يعني حياته مو جيدة حتى لما بدأت هذه القصة، يعني مسكين. وكان في الماضي لما كان شاب يعني كان عازف جيتار في فرقة روك، يعني كان مشهور، بس لكن تخلى بسبب يعني ضعف شخصيته، وكذلك بسبب كانا هي ابنة أختها التي تخلت عنها أمها فبدأ هو يربيها. يعني كانا راح نتكلم الآن عن كانا. كانا هي ابنة أخت كينجي، تركتها أمها لكي مدري، لا أحد يعلم لماذا، ما راح أحرق عليكم، بس هذه كانا الصغيرة تمتلك قوة نفسانية وذكاء خارق، ولن أخبركم لماذا تمتلك كل هذا لكي لا أحرق عليكم. وكذلك اكتشف من هو أبوها، لكن كل شيء ما أريد أن أحرق عليكم، يعني واو أحداث رائعة. تحاول كانا دائما محاربة صديق مع كينجي، وكمان يعني شوف كانا ظهرت في المستقبل، يعني شوف كينجي ظهر في الماضي وظهر في الحاضر وكان في المستقبل يعني. والمهم وراح نتكلم الآن عن الصديق The Friend، هو شرير هذه المانجا، هذا الشرير يعني شرير بمعنى الكلمة، الله رحمة، يصفي كل معارضيه، يريد أن يصبح إله، يمتلك قوة عقلية، يعني يستطيع أن يتكلم مع الناس ويغير رأيهم وكثير الأشياء. المهم نتكلم عن الرسم، رسم كان مبدع ورائع ما فيه أي نقص، يعني كان في المواقف الجادة يعني تكون الرسمات
مفهومة، وكذلك الخلفيات امتاز هذا الأنمي بخلفيات رائعة واقعية، وكذلك هذا الرسم يعني كان سهل بعض الشيء، لأن الأنمي كل شيء واقعي، ما فيه شيء يعني افتراضي واختراعات من عند الكاتب، كل شيء يعني منسوج من الواقع. هذا هي، ما رأيكم بالمانجا يعني؟ ها؟ أظنها رائعة صح ولا لا؟ إن شاء الله تكونوا استمتعتم بالفيديو، وكما تدرون يعني أنا جديد، أول فيديو لي في اليوتيوب يعني إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وأعطيتكم رأيي عن المانجا، وإن شاء الله يعجبكم الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وسووا لنا لايك، وتيك كير. Behind closed doors, I'm a fool for your lies.